وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. مرحبا بك سيد صباح. أهلا ومرحبا بكم. مع بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم في العراق، كيف تقيم استعدادات الحكومة لاستقبال هذا العام؟ حقيقة ما يحصل في الجانب الأساسي أو بالأحرى التربوي والتعليمي بالعراق وإدارته من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لم يعطي أي شكل من أشكال الطمأنينة أن المستقبل أفضل من الأمس. حقيقة يعني اليوم هو اليوم الأول في بدء العام الدراسي وهناك أكثر من 20,000 مدرسة تحتاج محافظات العراق بشكل عام، وقياسا بعدد الطلبة الجدد المنتمين إلى الدراسة في الصف الأول يتراوح بين 300 إلى 500,000 طالب. نعم. لو نقسمهم على 1,000 طالب هناك نحتاج إلى ما لا يقل عن أكثر من 50,000 مدرسة في عموم العراق. 50,000 مدرسة، وليس كما قالت لجنة الخدمات النيابية بأن العراق بحاجة إلى أكثر من 10,000 مدرسة لسد النقص بشكل عام، سواء كان العدد، معذرة سيد صباح، سواء كان العدد العجز 10,000 أو 50,000، ما أثر هذا النقص على العملية التربوية والتعليمية؟ أول جانب جوهري أن لا توجد مباني كافية لاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلبة. نعم. هناك دوامات لمباني ثلاثية، وقد تضطر الحكومة إلى أن تعمل على استئجار بيوت أو من أجل الفساد وليس من أجل خدمة الطالب. مباني قد تكون بيوت كبيرة تعود لموظفين منتفعين في الدولة ومسؤولين كبار حقيقة، يتم التأجير استئجارها لسنوات بأجور عالية جدا، ليس من أجل الطالب وإنما من أجل الاستفادة من هذه المباني المستأجرة لصالح أصحابها المتنفذين في إدارة الدولة. أين تذهب ميزانية التعليم إذن؟ أين تنفق؟ ميزانية التعليم حقيقة ما يرصد للتعليم لا يكفي لعمل مشاريع غير واضحة المعالم، وقد تكون قسما منها وهمية، حيث لو نعود إلى 2015 كان العراق بأمس الحاجة إلى أكثر من 15,000 مدرسة، تم إنجاز بكل عموم العراق 150 مدرسة فقط، وكانت الموازنة المخصصة لوزارة التربية تتراوح بين 2.3 مليار دولار. نعم. إذن هناك حالة فساد وسرقة واضحة المعالم لم تحل. مشكلة المدارس ليس الآن وإنما منذ 2005 ولغاية اليوم لا يتجاوز عمليات البناء بأكثر من 1%. المشكلة أن الأمر لا يتوقف فقط على هذا النقص في الأبنية والمدارس، وإنما يتجاوزه إلى العاملين من المعلمين والمحاضرين العاملين في القطاع التعليمي. كيف تؤثر هذه المشكلات على أداء العاملين؟ الجانب الأساسي حاليا في سياسة عمليات التعيين سواء في وزارة التربية أو في غيرها من الوزارات، تتم عملية تقسيمها على الأحزاب والشخصيات والعوائل من أجل عملية الابتزاز والكسب في عملية التعيين. نعم. الشيء الثاني، إيقاف عمليات التعيين السليمة والصحيحة في التعليم. هناك كثيرا من الأسماء الوهمية التي تنفق عليها
محاضرات أو تنفق عليها في عمليات بعقود مؤقتة غير موجودة، يتم عمليات صرفها عن طريق وزارة التربية. نعم. والقسم دكتور المالي أيضا. دكتور صباح، هل تعتقد أن إخراج العراق من منظومة التعليم أو من منظومة جودة التعليم العالمية هو مقصود وممنهج له؟ لن نقل مقصود أو ممنهج، وإنما سوء الإدارة في العراق. نعم. شار الفساد سيصل بنا إلى هذه النتيجة الغير مرضية، خصوصا منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية ستشير لنا بالبنان بأنكم في مستوى منخفض جدا إلى درجات كبيرة في مسألة إعطاء الشهادات، وكلنا نسمع بحالات التزوير الموجودة، ولذلك نلاحظ الشهادة العراقية خارج العراق لن يعترف بها إلا بعد إجراء عمليات امتحان للطالب، خصوصا الدراسات العليا الماجستير أو غيرها، وهذا يشكل لنا عائقا كبيرا في عملية إرضاء العالم بأن التعليم غير جيد في العراق. شكرا لك الباحث والكاتب السياسي الدكتور صباح علو، كنت معنا من عمان.